مساء الخير، بنمسي على كل المشاهدين اللي عم بيشاهدونا في الوطن العربي. حلقة جديدة بتجمعنا من برنامج بيت للكل. طبعاً في ظل الأيام اللي بنعيشها في كتير من الأمور المتغيرة واللي بتتغير بشكل كتير سريع، ولكن ما يميز الثقافة العربية إنه قدرنا نحافظ عليها من التغيير، لأنه الثقافة العربية بتجمع ما بين اللغة، الأفكار، الانفعال وأيضاً المشاعر. وطبعاً كلنا بنعرف إنه الثقافة هي موروثة وليست مكتسبة. مساء الخير شافكي، يسعد مساكي. يسعد مساكي، مساء الخير ألكسندرا. أنا متفق جداً معك، وساعات عارفة يعني ببقى كده عندي شيء من الحزن عندما تقرأين كيف تأثرت لغات كثيرة ومجتمعات كثيرة ودول كثيرة باللغة العربية، وده من العصور الوسطى. لو رحنا مثلا لإنجلترا أو بريطانيا هتلاقي مثلا كلمات كثير زي كوفي اللي هي بقت قهوة، زي قطن اللي هي بقت كوتون، زي كيمستري اللي هي كيمياء، وهكذا. يعني هتلاقي ده كتير. لو رحتي مثلا لأسبانيا هتلاقي تأثير فظيع طبعا، وده لأنه العرب قعدوا في أسبانيا أكتر من 803 سنة، فهتلاقي تأثير كتير جدا. مش كميسة، بنطلونة، أثوكر، السبدو، أستيد، يعني فالتأثير العربي واضح جدا على ثقافات كثيرة وإن كانت حتى أوروبية. يعني عم نحكي عن تعدد هاي الكلمات وتعدد التأثر بالثقافة العربية اللي هي عم نحكي لا تنتهي بشكل كتير كبير. يعني سكر، يعني أوقات كتير إحنا حتى لما بنكون مسافرين في العديد من الدول الغربية أوقات كتير بيلفت نظرنا كلمة بنقول هذه أكيد معناها هيك، لأنه هي تشبه صحيح الكلمات العربية مثل كابتن، ولو أنها هي قبطان يعني وهو مرادف للقبطان البحري، ولكن هلأ عم نستخدمها بكل يمكن المحافل كابتن القائد يمكن بأي مهام. فثقافتنا واسعة وعريقة أكيد، وبنتمنى أنه يكون في مجهودات كتير كبيرة لكتير من الأشخاص، مش فقط المعنيين بالثقافة العربية، ولكن إحنا كمان معنيين، كل فرد فينا معني بالحفاظ على هاي الثقافة العربية. أكيد كل دولة، كل شعب أكيد عنده ثقافات وعنده عادات وتقاليد، ولكن يمكن بيجمعنا في دولنا العربية أن إحنا عندنا يعني الكثير المشترك. لكن لما بنبص وناخد هذا المشترك ونروح بيه بقى لدول تانية يعني أوروبية، فتلاقي إن كان لنا تأثير كبير جدا، حتى كان لنا تأثير في العلوم. يعني معظم أو يعني خلينا نقول 90% من العلوم جاءت من أصل عربي، يعني سواء زي الرياضيات، الكيمياء، الطب، كلها أساسا من أصل عربي. ولكن للأسف يعني تم دلوقتي ترجمة كل هذا ونحن نستعمل اللغات الأخرى، ولكن تجدين في المصادر القديمة جدا هتلاقي المصادر العربية هي التي كانت أو هي المنبع أصلا. يعني حتى مثلا في الرياضة لما يدرس الطلبة الجبر صح، يعني هي الجبر، مادة صح، الجبر. فإحنا كان لينا تأثير كبير جدا في مواد زي الرياضيات، الإحصاء، الحسابات، الكيمياء، اللي هي زي ما بنقول هي الأساس يعني في معدن العلم. يعني أكيد، وبكل دولة عربية في باحث وعالم وأيضا مؤثر في موضوع الثقافة العربية. اليوم يمكن رح يكون ضيفنا من العراق الشقيق، أكيد رح يكون معنا الأكاديمي الشاعر والكاتب الدكتور علي الشلاح من أرض العراق، اللي حمل ثقافته وقدم إلى أرض مصر طبعاً، حتى يقدر أنه يتشارك مع إخوانه يمكن بموضوع الثقافة العربية اللي فيها اختلاف، ولكن جماليتها أنها بتجمع كلياتها يمكن ما بين شيء واحد، هي الثقافة العربية. عارفة كان في كده حكمة أو مثل يعني كانت تقال يعني في أروقة السنوات الماضية، كانوا يقولون يعني يعني القاهرة تكتب وبيروت تنشر والعراق تقرأ. الله. لكن أنا بختلف، ألاقي إن العراق تقرأ وتحفظ وتبدع. يعني لما تتمشي في شارع المتنبي في العراق بين المكتبات وتنسي الزمن وتتخيلي إنه هذا الشارع كان هو منبع للقراءة وللكتب الجميلة.